بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم. وحلقة بداية الأسبوع، يمكن حلقة بداية الأسبوع جاية في ليلة الامتحان، زي ما بيقولوا ليلة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، الانطلاقة غدا بإذن الله في لقاء الذهاب الشوط الأول اللي هيتلعب في القاهرة غدا في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري كامل العدد. بإذن الله جماهير النادي الأهلي تملأ جنبات مدرجات استاد القاهرة الدولي للمساندة والدعم والمؤازرة لتشجيع فريق النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. الكل متفائل والكل في نفس التوقيت يضع يعني أمامه تفاصيل كثيرة جدا متعلقة بموعد النهائي أمام الوداد بطل إفريقيا الحاصل على آخر نسخة من دوري أبطال إفريقيا. ولكن أكيد هذه المباراة فيها تحديات كثيرة جدا بالنسبة للنادي الأهلي. هتكلم على التاريخ وهتكلم على تفاصيل فنية وهتكلم على أمور مهمة جدا متعلقة بالاستعدادات الخاصة والأخيرة في العد التنازلي قبل موعد نهائي إفريقيا غدا، نهائي متكرر للعام الثاني على التوالي. ولكن التحديات هذه البطولة مختلفة من أجل الفوز باللقب الحادي عشر، وبإذن الله إن شاء الله يكون المشاركة في السوبر الإفريقي في أول نسخة قد تقام خارج إفريقيا مرة تانية، وأيضا كمان المشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية نهاية عام 2023. حلقة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا، والنهاردة عندنا أخبار مهمة ونقاط مهمة جدا هنتكلم فيها قبل موعد المباراة غدا بإذن الله. ولكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وسؤالنا النهاردة لكل جماهير النادي الأهلي في كل أرجاء العالم. وجهوا رسالة للاعبي الأهلي والجهاز الفني قبل مباراة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا. تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من رسائلكم اللي هتوجهوها للجهاز الفني واللاعبين. وأنا النهاردة حتى قبل بداية الحلقة شفت رسائل كثيرة جدا يمكن كلها إيجابية للشد والمؤازرة والمساندة قبل مباراة الغد بإذن الله. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الوداد. وكمان مؤتمر صحفي اليوم لكولر والشناوي. وأخيرا الهلال السعودي يقترب من إعلان انضمام ميسي. يبدو كده يوميا هيبقى عندنا تفاصيل كتيره وعناوين مهمه متعلقه باقتراب ميسي من اللعب في الدوري السعودي. الفتره اللي جايه في مفاجات مدويه بخصوص استعدادات المملكه لعدد من الاحداث الرياضيه خلال الفتره اللي جايه. طيب مباريات اليوم في الدوري المصري النهارده، استكمال مباريات الجوله 30 من عمر مباريات الدوري العام، والساعه 8 على استاد جهاز الرياضه العسكري طلائع الجيش بيستضيف سموحه. مباريات اليوم ايضا واليوم هو لقاء الاياب في كأس الكونفدرالية، المباراة النهائية اتحاد العاصمة الجزائري يستضيف يانج أفريكانز التنزاني في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مع العلم أن لقاء الذهاب انتهى بفوز اتحاد العاصمة في تنزانيا 2-1، وبالتالي يانج أفريكانز محتاج يكسب 2-0 لضمان فوزه بالبطولة. ولكن اتحاد العاصمة عنده حاجات كتيرة ممكن النهاردة يعني تتوجه بالفوز بالبطولة على الأقل، حتى التعادل السلبي أو الإيجابي أو حتى لو خسر بفارق هدف واحد. طيب اليوم كمان النهارده مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، هذه المباراة هتتلعب على ملعب ويمبلي وبدأت منذ لحظات في تمام الساعة الخامسة، وأنا معاكم دلوقتي في الدقيقة الأولى. مانشستر سيتي متقدم على مانشستر يونايتد بهدف مقابل لا شيء. يبدو أن السيتي السنة دي مع بوب جوارديولا عايزين يفوزوا بكل حاجة، فازوا بالبريمير ليج، عايزين كمان يكسبوا كأس الاتحاد الإنجليزي، وعندهم موقعة مهمة جدا نهائي الدوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج هيلعبوا مع انتر ميلان. فهل ممكن السيتي السنه دي يحقق الثلاثيه؟ ده هنتعرف عليه بعد مباراه اليوم وموعد نهائي اوروبا خلال الايام القادمه مع انتر ميلان. دي كانت جوله في مباريات اليوم. طيب حاجه اخيره قبل ما اطلع لفاصل، يمكن طبعا بنتوجه بخالص التعازي للكابتن اسلام الشاطر في وفاه والده، وبالامس كان في مراسم العزاء في مسجد القائد إبراهيم بالأسكندرية زي ما أنتم شايفين طبعا على الشاشة. يمكن العديد من كبار الضيوف وأيضا كمان نجوم الرياضة والمجتمع كانوا في واجب العزاء
في مسجد القائد إبراهيم بالأسكندرية. قدام يمكن على الشاشة الكابتن أيمن شوقي نجم مصر والنادي الأهلي كان موجود في واجب العزاء، والعديد من الرياضيين كانوا موجودين بالأمس في الأسكندرية لتعزية كابتن إسلام الشاطر في وفاة والده. ربنا يرحمه ويتغمده بواسع رحمته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. وعايز أكد كمان أن بعد غد يوم الاثنين بإذن الله هيكون العزاء في القاهرة أيضا في مسجد الحمدية الشاذلية عقب صلاة المغرب يوم الاثنين، بعد غد إن شاء الله الموافق 5 يونيو عقب صلاة المغرب في مسجد الحمدية الشاذلية بالأسكندرية. إن لله وإنا إليه راجعون. فاصل ثم نواصل بعد الفصل.